إنجاز عربي سجله السائق البحريني حمد الفردان بالفوز بجولة سباق تويوتا نيوزيلندا التي أقيمت اليوم. طبعا هاي سباق اللي هو فورمولا تويوتا نيوزيلاند جراند بري اللي هو يقيم كل سنة. فهاي سباق يعني له تاريخه وله عشاقه، ويعني في كثير ناس فازوا فيه ويعني تألقوا في هاي السباق. فسباق مشهور عندهم في نيوزيلاند، هو أشهر سباق طبعا عندهم. بدأت السباق من المركز السابع، صارتني بعض المشاكل، تراجعنا للمركز العاشر، وكان سباق طويل 34 دورة أو جولة. فقدرنا شوي شوي نتجاوز سيارة بالسيارة يعني، ولين ما قدرنا نوصل لآخر لفة اللي هو للمركز الأول. طبعا عندنا أسبوع جاي عندنا بعد جولة من هاي الجولات في نيوزيلندا في مدينة كرايست تشيرش، راح تكون جولة اللي هي الرابعة.